يا موطني يا موطني يا من بهام الفخر بنت وابو اليدين المعطيات الرحومة حيرتني وانا بعد ما تيقنت تبي احبك تبي احبك تبي احبك او احب الحكومة بصوت واحساس الشاعر المبدع سعد الخلاوي. أبو الريم طاب ليلك طاب طاب عمرك طاب يا هلا بك أبو عبد المحسن. شرفتنا في برنامج تفاصيل وفي دولتك الكويت. أنت الشرف أنت الشرف وفي الكويت حنا ما حنا ضيوف، هذه بلدنا وأمنا وقدر القلوب المحبة أن تحب الكويت. الله يعزك الله يعزك. أبو الريم جاهز؟ جدا. رابط حزام الأمان؟ ما يكفيني. من هو سعد الخلاوي؟ إنسان سار بطموحاته بسرعة كبيرة، ارتطم بجدار، هذا الجدار اسمه الواقع، صمد هو، تحطمت أحلامه، تحولت أشلاء، تلك الأشلاء هي قصائده، هذا الشخص هو الشاعر. الله عليك. أبو الريم بدايتك بالإعلام كانت عن طريق برنامج مسابقات، هل لديك استعداد لتكرار التجربة؟ تكرار التجربة في برنامج مسابقات هي العودة إلى شعور المتسابق. في البداية كنا بحاجة إلى منبر يحتضننا، كانت المنابر يعني مغلقة تقريبا إلا المسابقات اللي كانت متاحة للجميع. ظهرنا عبر هذه المسابقات، اتجهنا للإعلام، خلاص انتهى شعور المتسابق. أنا بالنسبة لي مهما كان يعطيك من ضوء، لكن أنا بالنسبة لي ما عندي استعداد أرجع تحت لجنة وتقييم واسمس والأشياء هذه. مقتنع جدا. طيب قلت في احد قصائدك ان جات عاشوراء ناديت يا حسين جرحك ولا تبرى لهايب صواب، على ماذا يدل هذا البيت؟ وان جات عاشوراء ناديت يا حسين جرحك ولا تبرى لهايب صواب. الحسين رضي الله عنه حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام، سيد شباب أهل الجنة، اختار الشهادة، اختار الصمود، اختار أن يقتل لتحيا الأمم من بعده. فحينما تتذكر الحسين تتذكر كل شموخ الحسين. يجمع حينما تتفرق الناس تجتمع على حب رسول الله وآل بيته الكرام. الله عليك. شوقتنا نسمع نص. نص أنا أحب أبدأ بنص وطني لك الاختيار. نص وطني على طريقتي أنا. حبيتها أكثر من أشجان والهود، لكنها ما طاوعتني أماني وحدي، غرست بدربها شعر وورود، وهي على غيري تسوق التهاني. أحبها لو زادت إنكار وصدود، أنا رجل ما أقدر إلا أعاني، أمضي وجر حضيضي قليل الفود، اللي على ساحل عيونك رماني. الله ياهي طلتك تزعل الخود، لا تلبسين وشاحك الزعفراني، لو ما معك حراس يمشون وجنود، أنت أميرة حسن والحسن جاني، وأنا فقير أغالب أيامي السود، أغرس قيم بتراب صلف وأناني، في خزنته مال المساكين مجحود،
ويكفر اللي يسمعون الأغاني يا صاحبي بالله ناولني العود محتاج أغني عن قساوة زماني عن ضيعة الأطفال عن حزن هالعود اللي قضى يكدح بجد وتفاني وعن أرملة تدعي متى الحاكم يعود عله يضاعف هالمعاش الضماني ولا أخوي اللي من سنين ممدود ينطر فرج عام ورا عام ثاني فرج توفى ودفنه خاله سعود صدم بعيره ومات ظالم وجاني لو صاد من سنين ما مات مفقود لكن بعير أويلك يا المحاني وغاز للبترول ونام مضهود وغاز للبترول ونام مضهود ويطيح رمحي ويتكسر اسناني ويدوسني جنزير ابو قلب جلمود واضحك وبين له عظيم امتناني يا موطني ما صحت عقود وبنود الناس تتقدم وانا في مكاني انت الكريم اللي على العالم يجود وانا الفقير اللي بحبك انا الله عليك الله عليك نص حزين ورسالة للحكومة جميل يا أبو الريم حنا فدى الحكومة طبعا فاجأتنا بهذا النص حزين إلى أبعد مدى أبو الريم لديك موقف مؤيد لثورات الربيع العربي عبرت عنه أكثر من مرة عبر تويتر هل لازلت متمسك بنفس الموقف؟ تسمح لي أرد بنص؟ رد بنص ولك الفضاء يا صديق العمر حنا دراويش يا صديق العمر حنا دراويش وش لنا في دهاليز السياسة خلنا ملتهين بلقمة العيش غلبة الدين بس واق النخاسة لا جديد إن شكيت لي غبن تهميش أنت غصن خلق وارث يباسة طفلنا حلمه أنه يدخل الجيش طفلنا حلمه أنه يدخل الجيش وكل واحد بنا عارف مقاسة الخفافيش وشباه الخفافيش وردونا على درب التعاسة إيه خوف وهاب الكلابيش أصل الخوف ثلثينا في راسة راضي أرفل بثوب الفقر والخيش لجل أسلم من كلاب الحراسة كنت شاعر وحرفي كان له ريش ياخذ الحلم لأحبابه وناسه صرت كادح طموحاتي معاطيش ومنياتي على رف الدراسة أعرف المزحة اللي نبعها طيش وأعرف الرزحة اللي من خساسة وتسامى حياة بثواب تطنيش التصادم مع الناس انتكاسة يا صديق الشعر إن كان بتعيش لا تصدق دواوين الحماسة لا تصدق دواوين الحماسة ولا زال الحلم مستمر الله عليك مستمر. الله عليك قمة قمة التلاعب بالمفردات وقمة التناقضات يا أبو الريم وودنا ما نسأل بقدر ما ناخذ منك نصوص الصامتين 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 هم السبب في هالحياة المزرية هذا النص يرد على النص اللي توك قلته كان جرح غائر لديك يا ليت تكلمنا عنه وهمنا بنسمع منك اليوم راح ناخذك كلك نصوص يا الله الله يعافيك هذا يشرفني ويسعدني والله من أكثر الأشياء اللي يخسرها الشاعر الحقيقي هي الحياة الشاعر الحقيقي لا يمكن أن يكون محايد ففي كل قضية تطرح لابد أن يكون موقف سواء موقفك كان صائب أو خاطئ
يجب عليك أن تطرح وجهة نظرك. نعم. القصيدة هذه قبل سنتين أو ثلاث سنوات كانت في اليوم الوطني. تلقيت اتصال من أحد القنوات طلبوا مني قصيدة في اليوم الوطني قبل اليوم الوطني بأسبوع. فوجدت نفسي أقول يا موطني أنا حزين، أنا حزين بردان وانت اللي معاك الأغطية، انت السما وانت المسا والياسمين، وانت أجمل من الأمنية والأغنية. أحب عبد الله ملك حامي عرين، وإذا أمر أمضي بدرب التضحية، هو الإمام العادل الحر الأمين اللي يقود الشعب نحو التنمية. لكن نبي أسأل وأنا ماني فطين عن هالحياة البائسة والمضنية، وطن عزيز وبه يعيش المواطنين ما يملكون الألبسة والأغذية، محبط وشاهد كيف بعض المحبطين يواجهون خصومهم بالأحذية. أصمت لو إن الجرح في قلبي مكين، ناقص أمل ماني بناقص تربية. الصامتين هم السبب في هالحياة المزرية، ولو ينتخب أكثر شعب عايش حزين بيفوز شعب المملكة بالتزكية. الله عليك الله عليك. تحب المملكة العربية السعودية أو تعشقها؟ أنا أموت بالمملكة العربية السعودية. ما تحبها ولا تعشقها بس أموت فيها. الله عليك. تكتب المعاناة بشكل حزين وبشكل جميل، هل لأنك تحس فيها أو تعيشها يا بورين؟ أنا يعني ما زكي نفسي، لكن أحيانا أنا ما أعيشها، أحس إحساسي فيها يجعلني أعاني، إحساسي فيها يجعلني أعاني. أنا كتبت عن البطالة كثير، مع أني يعني أنا ما يعني ممكن أني 6 شهور من عمري أو سنة، وهذه يعني بمقياس الشباب بالخليج عموما فترة قصيرة جدا. كتبت عن البطالة كثير لأني أشعر بألم الحاجة عند الناس، فأتمنى أني أكون من الناس اللي إذا أحسوا بالناس عاشوا معاناتهم. هو في مقولة يقول المبدع والشاعر الحقيقي هو من يقوص بأعماقه لانتشال الآخرين، عكس من يقوص في أعماق الآخرين لانتشال ذاته. الله. لذلك أنت من يقوص في أعماق الآخرين يا بوري. الله يرفع قدرك. أقرب نص إلى قلبك من قلبك أنت؟ أنا بالنسبة لي يعني دائما يكون النص الأخير هو الأقرب، بحكم تكون أنت ملازمه في الفترة الأقرب، فدائم يكون بالنسبة لي النص الأخير هو الأقرب اللي كتبته، يعني آخر آخر النصوص يعني دائم يكون هو الأقرب. زين، ولما يكون النص اللي ملامس الناس أكثر يكون الأقرب لك؟ ما يعني أنا مثل ما قلت لك، عشان الشاعر إنه يتقدم أعتقد إن الشعر كائن حي لازم يتشذب ويتأنق وكل يوم يكون أفضل وأجمل، فالقصيدة تلامس الناس أعتز فيها بلا شك، لكني أذهب بخيالي كي أبحث عن ما هو أجمل ويلامس الناس أكثر، فلا أتوقف عند هذه القصيدة. جميل جميل يا بوري. أشكرك. لحظات معانا اتصال الإعلامي يوسف السالم من المملكة العربية السعودية. أبو سلمة طاب ليلك، طاب يا أبو سلمة. طاب حالك وطاب فالك وطاب ليل يجمعنا بتفاصيلك يا أبو عبد المحسن. سلامنا لك وللمملكة العربية السعودية. الله يسلمك ويطول عمرك. أنا أحييك وأحيي ضيفك أخوي الشاعر سعد الخلاوي. الله يبجيك. وأنا أتشرف مرور صوتي مع صوتكم هذا المساء،
وقبل لا تبدا اخوي احمد معاي انا كلمه حق اقولها بحق هذا البرنامج الرائع الحقيقة المتنوع بفقراته اللي جذب المشاهدين وأمتعهم وأنا أول واحد وكذلك أشيد بدور القائمين على البرنامج ودور قناة اليوم حقيقة على هذا البرنامج المباشر وهذا الاستوديو الفخم والإمكانيات الحقيقة اللي ما تتوفر بأغلب البرامج الشعبية. شهادة نعتز فيها يا أبو سلمة من إعلامي وكاتب بحجمك، بس حنا عندنا لك سؤال أبو سلمة. برنامجك القلم الشعبي كان جريء جدا وهذا ما أغضب الكثير من ضيوفك، ليش اتخذت هذا الطرح يا أبو سلمة؟ جميل حقيقة أبو عبد المحسن، ما يخفى عليك ولا يخفى على أغلب المتابعين للساحة الشعبية أن الشعر والمنابر الإعلامية مرت بمرحلة يعني من الشللية وانحصار المنابر الإعلامية، وضيفك يعني قبل دقائق قال أن كانت الأبواب سابقا كانت مغلقة، وهذا فعلا حقيقة كان واقع الساحة. الشيء هذا أخوي أحمد أحدث يعني أقدر أقول لك أن خلص الساحة الشعبية ما يطفو على سطحها كان القشر، يعني كان صعب ظهور الشاعر، كان خلى الشعر يعني ما يعتمد أو ظهور الشاعر، خلنا نقول ظهور النجم اللي يسمى نجم في الساحة الشعبية ما كان ظهوره يعتمد على شعره في المقام الأول، يعني كانت لها مقومات ثانية، إمكانيات أخرى، علاقات. الشيء هذا يعني احنا لاحظناه أظهر يعني مصطلحات وتصريحات موجودة في الموجودين في الساحة. يعني كانت تطلق لمن لا يستحقها حقيقة. برنامج القلم الشعبي حاولت اني اكون صريح اكثر مع المتابع يعني لمعرفة من هو الشاعر الحقيقي، من هو الكاتب الحقيقي. طبعا كانت الجرأة بالبرنامج تتطرق لما يطرحه الشاعر. طبعا انت قلت انه كان ازعج الموجودين، انا ندري يا ابو احمد لما يكون الحديث يلامس شيء يغضب الضيف او هو يكون متعود على اللقاءات اللي تكون تمجد فيه. نعم. الشيء هذا يغضبه. طيب ابو سلمى يعني باختصار هل هناك لا زالت في ساحه شعبيه؟ والله ابو عبد المحسن طالما في قصيده هناك ساحه شعبيه. سؤالك منطقي لأن أغلب المتابعين الآن يمكن لما تسأل عن الشعر يقول لك ما عاد في ساحة شعبية ولا في شعر، لأن حاليا يمكن قبل سنوات 4 أو 5 سنوات عاش الشعر يعني أعلى مستوياته من وهج إعلامي وكذا، فلا بد أن تجي بعد هذا الوهج فترة ركود. ولكن أنا أعتقد أن الساحة الشعبية طالما هناك قصيدة موجودة تبقى الساحة الشعبية موجودة والشعرية. شكرا لك يا أبو سلمة ومداخلة من ضوء وشرفتنا وطاب ليلك. طاب يا أبو سلمة. الله يسلمك وأنا تشرفت أكثر أخوي عبد المحسن. أنت الشرف يا أبو سلمة. طبعا إذا عندك تعقيب أبو الريم. أبدا ما يتعقب على كلام أبو سلمة، أخ وصديق وعزيز، فرصة سمعنا صوت اليوم. طيب حنا نبي نريحك بفنجان قهوة ونرجع. أعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لكم إن شاء الله. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين مع شاعرنا المبدع سعد الخلاوي. أبو الريم، في مقولة بالشعر تقول يهدم الوزن من أجل المعنى، شو تقول؟ الوزن من أجل المعنى، بالعكس الوزن قادر أن يحمل أي معنى كان مهما كان. ولكن في قصائد موزونة 100 بيت بس ما فيها معنى.
صحيح صحيح، لكن مو معناته يعني ان القصيدة التي اني ممكن انا لدي معنى ما يحمله وزن، مستحيل مستحيل، هو سحر الشعر الحقيقي. طيب نبي ناخذ منك نص لان الوقت بدا يداهمنا، ناخذ منك نص. نص يا طويل العمر، حاضر. نبي نصل مو نص، نصل. أشتى عاد وقفلت الشبابيك، أشتى عاد وقفلت الشبابيك، عن رحيل أغنياتي ومنياتي، وارتحلت وبقى دمعي يناديك، سافرت مع رحيلك ذكرياتي، لجل قوتك مهاجر عن أراضيك، دمعة أمك دمعة أمك وبسماتك شقاتي، ألتمس مع شروق الشمس طاريك، وأتذكر معك رحلة حياتي، من سطوع الأمل لفراق غاليك، من سياط القدر لين أغنياتي، صاحبي كل أشعاري تحاكيك، تشكي البعد من ذاتي لذاتي، قهوة العصر قبل العصر تبكيك، والبس بغيبتك معطف سباتي، كل ما حام حول الحلم تشكيك، ما توانى ورده في عصاتي، في زمان الثعالب والمماليك، في زمان الثعالب والمماليك، عذري انبعت مزماري وشاتي، لكن انبعت سيفي للصعاليك، كيف أضمن وانا الهايم نجاتي، كان ذاك الوداع وكانت يديك تلوحات وألم بدد سكاتي، قول برجع وجداني موانيك، قول برجع عشان الشمس تاتي، طالبك لا رجعت الله يخليك، جيب لي أغنياتي أمنياتي. الله عليك سلام. الله عليك أبو الريم، جميل يا أبو الريم. أبو الريم كتبت نصوص حرة ولا ما كتبت؟ كتبت نصوص حرة الفكر مقيدة الوزن. الله عليك، عندك حافظ منها شيء؟ لا أنا أقول لك مقيدة الوزن بوزن وقافية لكنها حرة الفكر. حرة الفكر، لا نبي كتفعيلة. ما كتبت كلش؟ أنا تمنيت أني أستطيع أن أكتب التفعيلة، لكن موهبتي الشعرية أقل من مواهب المبدعين بالتفعيلة. المملكة العربية السعودية حرة، لازم تكتب فيها نص حر. نحن لذلك داهمنا وقت البرنامج، وأنا راح أختم، لكن أنت تختم معاي بنص يا بوري. أعزائي المشاهدين، راح تكون الختمة مع الشاعر المبدع سعد الخلاوي. سعد جانا عاني بالشعر من مدينة الحفر، لذلك أنا أقول لكم طاب ليلكم طاب، وموعدي معاكم يوم الجمعة القادمة الساعة 11 مساء. والآن ينتقل الميكروفون والشاشة إلى شاعرنا المبدع سعد الخلاوي. أبو الريم لك الفضاء. رهينة المحبسين الفيلسوف الضرير، يا أبو الأدب سيد نقاده وشراحته، يا أبو العلاء المعري في حماك استجير، أقصاني الشعر من ديوانه وساحته، وهو صديقي وهو زادي وخوي الكبير، أحتاج له حاجة المتعب لطراحته، إن زارني حول فراش الحصير الحرير، وأفرد جناحي اليوم من همت في واحته، وأغلى هداياي لا مني عطيت بضمير، وأرهف سيوفي ومن ترديه ما باحته، ما حجم الشعر غير قلوب ما تستنير،
يوم انها رمت التصفيق واجتاحته ولا همش الطيبين الا مديح الحقير ولا نجس الجوخ الاحمر غير مساحته ولا همش الطيبين الا مديح الحقير ولا نجس الجوخ الاحمر غير مساحته والمدح للطيبين النور اما الضرير ما زاد هلا عمى عينه وقداحته يتعملق الشعر لكنه يعود صغير انهب كادي من المعروف وفصاحته وانا نهلت الجمايل من عميم غزير شيخ يغيظ السحايب لا بسط راحته سلام يا يوسف الحاشم ولا له نظير الود جمرة وضاف الصدق فواحته لب الرخيص الأمير ولب الرخيص الأمير اسم الرفع شان نقاده ومداحته كن الجمايل جمال وكن كفه غدير تسابقت له بدون شعور ومتاحته وتعيش يا يوسف الحاشم أمير وكبير يا من رفع شان نقاده ومداحته.